راح بيته في اخر فقره. وزي ما احنا عارفين بقى الاهلي هيختتم تدريباته النهارده عشان يستعد للقاء سموحه بكره، وهتكون اخر مباراه قبل التوقف الدولي عشان بعد كده يبدا المنتخب معسكره استعدادا لكاس العرب. عندنا كلام كتير جدا وملفات اكيد كتيره جدا، وراح يعني خلينا نرحب بكابتن ايهاب اللي منورنا النهارده. هو اعتدنا منه الصراحه، هو دايما كده كل اجاباته بتبقى صريحه واحنا عندنا اسئله صعبه. كابتن ايهاب المصري يعني صباح الفل. صباح الفل عليكم، وصباح الخير على كل جمهور النادي الاهلي، وصباح الخير طبعا. صباح الفل، منورنا كالعاده، بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا. وخلينا نبتدي معاك برؤيتك للي حصل حتى هذه اللحظه، يعني منذ بدء المسابقه الموسم ده شايف الاهلي ماشي ازاي، وخصوصا طبعا لو خدنا في الاعتبار حفاظه على العلامه الكامله وفوزه في كل اللقاءات، هل البدايه دي مطمئنه للي جاي؟ دي مبشره. طبعا يعني في البدايه طبعا انا سعيد جدا بتواجدي معاكم، وببقى مبسوط جدا بتواجدي معاكم. الا الصحيان بدري. لا والله ما انا كده كده في المدارس طبعا دايما يجي عندنا معظم الضيوف يقولوا لنا احنا بننبسط قوي احنا معاكم بس لا ما دام في مدارس انا من الساعه 7 بكون صاحي. فلا طبعا بدايه مبشره جدا للنادي الاهلي، بدايه يعني كتير من جمهور النادي الاهلي طبعا مبسوط منها، العلامه الكامله. مباراه كانت فيها مباراه صعبه جدا لعبت فيها النادي الاسماعيلي، نادي الزمالك، مغازي المحله من الفرق الصعبه جدا طبعا، نادي المقاولين ونادي البنك الاهلي طبعا، كان ماتشات تقيله وماتشات رخمه وعاملين تدعيمات كويسه. لكن انا بكلمك على الماتشات اللي النادي الاهلي كان يعني كان فيها صعوبه كبيره، او المفروض كاسامي كبيره واسامي فيها تاريخ كبير وفيها نديه كبيره جدا. كانت البدايه في ماتش الاسماعيلي، النادي الاهلي ومستر موسيماني بدا الموسم بشكل مفاجئ للجميع بطريقه لعب جديده وبطريقه لعب كانت مختلفه تماما عن اللي بدا بيه او نهى بيه الموسم اللي فات. الصفقات الجديده اللي النادي الاهلي عملها مستر موسيماني بيعتمد عليها بشكل كبير جدا، لحد دلوقتي في كتير منها بيقدم مردود كويس جدا. كانت البدايه في مباراه الاسماعيلي النادي الاهلي عمل لقاء ولا اروع، عمل بدايه ولا اقوى، عمل كل اللي الناس كانت عايزاه في الكوره اتعمل في اللقاء ده. كان وجه يعني زي انذار شديد لهجه لكل فرق الدوري، النادي الاهلي السنه دي مش هيفرط في البطوله، اداء ومستوى بدني وفني، تركيز شديد جدا من جميع اللاعبين، غزاره تهديفيه في بعض الماتشات. ما هي في الماتشات لا يعني خلينا اقول لحضرتك حاجه، الماتشات اللي فيها تركيز شديد جدا بيبقى فيها نديه كبيره، النادي الاهلي لما بيركز كانت فيها غزاره تهديفيه. يعني ماتش الاسماعيلي النادي الاهلي كان مركز جدا، الجيم كان مفتوح، النادي الاسماعيلي ما لعبش زي مثلا البنك الاهلي، ما لعبش زي المقاولين. الجيم في الاسماعيلي وفي الزمالك كان جيم مفتوح شويه، فكان النادي الاهلي عنده اللعيبه اللي تقدر تستغل المساحات، اللي تقدر تلعب في المساحات اللي في ظهر المنافسين، عنده السرعات اللي تقدر تترجم له كل ده. فلما الفرق يعني هي بقى المشكله في الناحيه الثانيه، التكتلات الدفاعيه اللي النادي الاهلي بيقابلها، اكيد في فرق كتيره بالمستوى القوي اللي النادي الاهلي قدمه والعناصر الهجوميه الكبيره جدا والقويه جدا اللي النادي الاهلي يعني بتكون موجوده عنده في التشكيل، والسرعات اللي عنده في الخط الامامي بقى عنده سرعات زي بيرستاو، وعنده مهاره كبيره جدا محمد شريف، قفشه وانطلاقاته من الخلف، فما عندوش سرعات لكن عنده التمريرات اللي بيحطها ما بين الخطوط اللي هي بتعمل فرق كبير جدا. فاعتقد ان النادي الاهلي او مستر موسيماني الفتره الجايه لازم يشتغل على التكتلات الدفاعيه. لما بيلعب المقاولين بيبقى المقاولين بيلعب 90 دقيقه بيلعب زون مقفل بيعتمد على الهجمه المرتده، البنك الاهلي كان نفس الكلام بيحاول يقفل على النادي الاهلي المساحات، بيحاول ما يخلقش مساحات كبيره للنادي الاهلي لانه عارف لو حاول يفتح المساحات على النادي الاهلي هيتعرض لمشكله كبيره جدا. فالانديه دي لازم النادي الاهلي يعرف اللي فيه مستوى، او مستر موسيماني يعرف اللي فيه مستويات هتقابل النادي الاهلي من اول دقيقه على الزون من زون ديفنس وهتلعب على هجمه مرتده، فلازم يبقى في حلول كتير. وهو عنده يعني عنده ما شاء الله دلوقتي حتى الدكه عليها اوراق رابحه كتير جدا. صحيح. تقدر تغير من شكل اللقاء لو لقاء اتعرب او اي حاجه حصلت، لا يقدر يغير له من سير اللقاء بشكل كبير جدا. طيب ده الشق الايجابي، خلينا نروح نتكلم برضو ازاي شايف السلبيات لحد هذه اللحظه. انا بتكلم عن فريقنا. ما انا بتكلم النادي الاهلي السلبيات من وجهه نظري مش في الدوري يعني عموما، مش بقيه لا ما هي في الدوري في الفتره دي، خلينا نتكلم في الدوري، لان هي النادي الاهلي ما فيش ارتباطات افريقيه دلوقتي او لا اقصد مش بقيه الفرق. النادي الاهلي ما انا بتكلم ايه السلبيات، ايه المشاكل، ايه اللي انت كنت مش حابب ان انت تشوفه وحصل على سبيل المثال؟ بالنسبه لي في اخر يعني في ماتش الزمالك وفي ماتش المحله، انا كفريق بطل لافريقيا وبطل للدوري الممتاز او مرشح المرشح الاول والاوفر حظا في بطوله الدوري الممتاز، في لقاءين يخش فيا 5 اهداف من اخطاء فرديه، خلينا نتفق برضو لان هي اخطاء فرديه، لكن ما ينفعش انا النادي الاهلي اكون كسبان المحله مثلا 2-0
وارجع اتعادل. المفروض بعد ما اكون متقدم 2-0 المفروض اللقاء بيتسهل عليا واقدر اضيف الثالث وادوس زي ما عملت في ماتش الزمالك. في ماتش الزمالك 3-0 لا بدوس كمان واجيب 1 و2 و3 و4. احنا الاعلى احرازا للاهداف الاهلي بس هو فعلا دخل فينا. ما هو انا مش يعني ممكن لو في ماتش المحلي لو كره معلول ما جاتش انا خسرت، انا اللي خسرت نفسي نفسي نقطتين. لا انا ما ينفعش، انا لازم في اللقاءات دي برضو احاول احسنها بكل الطرق من البدايه، لان زي ما عمل مستر موسيماني في مباراه الزمالك ما اكتفاش بالهدف او بعد الهدف حصل تراجع زي ما كان بيحصل الفتره اللي فاتت، واتكلمنا على السلبيه دي هنا طبعا. ان كان مستر موسيماني السنه اللي فاتت بعد احراز الهدف الاول كان بيحصل تراجع بشكل رهيب. لا النادي الاهلي طول عمره لما بيحس الفرقه اللي قدامه انت بلغه الكره راكب الجيم لا بدوس وبدوس وبخلص اللقاء، بيخلص اللقاء في ثلث ساعه نص ساعه وبيديك اريحيه. في ماتش الاسماعيلي عمل كده في نص ساعه، في 10 دقائق اعتقد الماتش خلص بنسبه كبيره. ماتش الزمالك في 10 دقائق الماتش خلص. فهي كده يعني لازم طول ما انت واقف على رجلك والتوفيق معاك والكره مطوعاك لازم ادوس على اللقاء وادوس على الفرقه اللي قدامي بشكل كبير جدا واخلص اللقاء بدري بدري. ليه من وجهه نظرك احنا، هو تعبير مجازي طبعا بس انت عارف اللي هو ايه، ماشيين سطر وسطر زي ما بيقولوا، يعني في جيم زي ماتش الاسماعيلي مثلا بيبقى هاي سكور وبعدين فظيع بعد كده الماتش اللي بعد منه ديب على استحياء هدف واحد اللقاء اللي بعديه، نفس الكلام في ماتش الزمالك برضو اللقاء اللي بعديه برضو على استحياء. هي كل مباراه ليها حساباتها ولا في تراجع بيبقى مثلا بعد فوز عريض بيحصل تراجع؟ في ساعات اللاعب المصري عامه بس مش اللاعب، يعني اللاعب النادي الاهلي بيكون عنده الموضوع غير، لان النادي الاهلي دايما بيبقى محطوط في انا لازم اكسب، يعني الهدف اللي قدامي الوحيد هو المكسب عكس الانديه الثانيه. يعني مثلا انت بتلعب في نادي مش يعني في الوسط، انا مش عايز اخسر بيبقى انا طموحي لو كسبت ماتش، لو كسبت النادي الاهلي في ماتش مثلا تخاف عليه الماتش اللي بعده. يعني مثلا هديك مثال، النادي المقاولين عمل مباراه كبيره جدا جدا قدام النادي الاهلي امبارح. نادي المقاولين بيلعب نادي الاسماعيلي، يعني نادي المقاولين كان يقدر يكسب بس بدنيا كان ارهق وذهنيا من مباراه النادي الاهلي فما كانش قادر يجاري. يعني حتى نادي الاسماعيلي امبارح بيلعب 10 لعيبه من اخر الشوط الاول لكن نادي المقاولين مش قادر، يعني عشان خاطر. فانا بتكلم حضرتك في ايه، ان الماتش الاسماعيلي النادي الاسماعيلي بيهاجم النادي الاهلي او بيفتح خطوطه مع النادي الاهلي، فلما عمل سكور كبير نادي البنك الاهلي لعب النادي الاهلي بحذر شديد جدا وبيحاول بتكتلات دفاعيه، بتلعب نادي الزمالك فاكيد جيم مفتوح طبعا. فانت بتهاجم نادي الزمالك فهتلاقي مساحات كتيره جدا فكسبت سكور كبير. هتيجي هتلاعب المقاولين مثلا لا هيقفل عليك الملعب، انا هيقول لك النادي الزمالك فتح الملعب على النادي الاهلي اتغلب 5 فانا هفتح الملعب على النادي الاهلي بالامكانيات وفي فرق امكانيات كبير. فهي بتبقى لطريقه لعب الخصم اللي قدامك وعدم استغلال. يعني في مباراه المقاولين كان في اول 10 دقائق احنا ضيعنا، النادي الاهلي ضيع فرص كتيره جدا كان ممكن يخلص الماتش بسكور كبير، لكن برضو كان في تسرع وفي عدم تركيز شويه في 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 نهاية الهجمه وكان ممكن يطلع بسكور كبير ماتش المقاولين، لكن نادي المقاولين عمل جيم دفاع كبير. فهي بترجع لطريقه لعب الخصم اللي قدامك، طريقه لعب الخصم اللي قدامك برضو بيحاول يقفل، وفرق كتيره يعني هتعمل كده مع النادي الاهلي، يعني في فرق كبيره هتحاول تقفل الملعب هتحاول تقفل مساحات تلعب زون ديفنس. ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه بكره بقى. سموحه هل برضو كابتن احمد سامي، احنا عارفين ان هو مدرب برضو معيار يعني تقيل اكيد، فهل سموحه ممكن يعمل ده من بدايه يعني الدقائق الاولى مع الاهلي؟ سموحه بس سموحه فرقه محترمه، يعني سموحه فرقه برضو عندها الامكانيات وعندها لعيبه وعندها مقاومات هجوميه تقدر تشكل خطوره على النادي الاهلي بكره. فالنادي الاهلي بكره اكيد مباراه تهم مستر موسيماني اللي هو يفنش فتره قبل فتره الراحه متصدر بالعلامه الكامله، تفرق كتير جدا معاه نفسيا ومعنويا وكل حاجه. فاعتقد يعني تركيز مستر موسيماني بكره في غيابات مؤثره جدا على يعني برده من الحاجات اللي ممكن تاثر شويه على الناحيه الهجوميه غياب علي معلول للاصابه طبعا. اعتقد يعني حل هجومي كبير جدا، لكن اعتقد تواجد كريم فؤاد بكره هو البديل الانسب متهيألي من وجهه نظري اللي مستر موسيماني هيتم الدفع بيه. فرقه سموحه عندها عناصر هجوميه محترمه، عندها عناصر منضمه لمنتخب مصر في كاس العرب، فاعتقد برده في الناحيه الهجوميه فاعتقد برده مستر موسيماني لازم ياخد حذره كتير يعني بشكل كويس من الناحيه الهجوميه نادي سموحه. لكن فرقه سموحه برده عندها يعني شويه اخطاء دفاعيه، عندها بطء شويه في الناحيه الدفاعيه في التمركز، فبرده ممكن مستر موسيماني بالسرعات اللي هيلعب على الكلام ده. لكن ماتش زي ماتش سموحه برضه من الماتشات اللي انا ما ينفعش اجيب جول واهدى،
لا ما دام عندي الفرصه ان انا اجيب الثاني واخلص اللقاء. ما ينفعش في اي مباراه والله يعني. لا ما انا معاكي بس في ماتشات يعني برضو احنا يعني سموحه السنه اللي فاتت يعني من اسباب خساره الفرق من يعني الفرق اللي خسرت النادي الاهلي الدوري كانت سموحه يعني الماتش 2-1 في استاد السلام والاهلي والسلام فكانت النتيجه في اخر دقيقه 2-1 فلا يعني من الفرق اللي بياخدوا كوره رخمه شويه على النادي الاهلي عندها امكانيات فنيه محترمه عندها مدير فني بيعرف يقرا الخصم بشكل كويس قوي اعتقد هتلاقيه مذاكر النادي الاهلي بشكل كبير عامل حساب النادي الاهلي بشكل كبير جدا برده هيلعب مقفل بس هيبقى عنده التحولات الهجوميه بتاعته كتير يعني مش هيبقى عنده حسين فيصل عنده مروان حمدي هيقدروا يعملوا التحولات الهجوميه بشكل كبير جدا عنده كناريا في نص الملعب لعيب كويس فلازم مستر موسيماني اي فرصه كمان لعيبه النادي الاهلي تيجي في بدايه اللقاء لازم يستغلها بشكل كويس لازم يبقى في تركيز لان هدف في بدايه اللقاء بيعمل اريحيه كبيره جدا اكيد احنا طبعا اتكلمنا في ان يعني من المهم لكل الاطراف النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وجهازه الفني بطبيعه الحال ان احنا يعني قبل ما نوصل لمرحله التوقف الدولي نكون محافظين على العلامه الكاملة. ودي هتكون حافز قوي جدا حين العوده باذن أكيد الله طبعا. فتره التوقف الدولي دي بقى في حد ذاتها هل هي مفيده بس ولا ممكن تكون سلاح ذو حدين اقصد ايه اقصد ان هي مفيده طبعا عشان هتدي فرصه كافيه للمدرب والجهاز الفني ان هو ايه يتاملوا كده اللي حاصل يعيدوا ترتيب اوراقهم يعيدوا ترتيب حساباتهم الى اخره ولكن في المقابل برضو انت سخنان وبتفوز لقاء ورا الثاني ورا الثالث ومجموعه لقاءات منهم فيها سكور فتحس ان السخونيه دي بتقل كتير مع التوقف انت شايف الموضوع هي سلاح ذو حدين يعني في فرق في خلاص النادي الاهلي دخل زي ما حضرتك قلت ايه هو سخن خلاص أيوة. والليفل بيعلى زي القطر كده اللي قام خلاص فهو ماشي والاداء بتاعك تصاعدي يعني انت ماتش المحله انت بس بترجع في الاخر يعني انت حتى لما بيكون كسبان وماتش صعب ملعب المحله بلغه الكوره بقى انا ولعبت عليه كتير عنه بقالنا كام يوم لا صعب ملعب صعب على اي حد فلا اللي انت بترجع يبقى انت عندك الحافز وعندك الدوافع اكتر فبتعلى مستواك بيعلى من لقاء للقاء بكره ممكن تلاقي النادي الاهلي بشكل مغاير تماما وتلاقي مستواه في تقدم او في زياده واداء الهجومي بيزيد بشكل كبير جدا فممكن يحصل العكس ممكن تلاقي بعد فتره التوقف وهيبقى في فتره كبيره اللعيبه بعيده عن المباريات الرسميه او الكلام ده يرجع هتبدا من اول وجديد هتبدا من البدايه تاني هتبدا اكنك بتبدا من بدايه دوري جديد وعلى العكس ممكن بقى انت في لعيبه كتير مصابه ممكن ترجع لك يعني وفي لعيبه تقدر تجهز تقدر تجهز متولي تقدر تجهز محمد محمود محمود وحيد هتقدر تجهز ناس كتيره جدا تقدر تفيدك في طريقه لعبك الجديده لان طريقه اللعب الجديده دي هتحتاج واحد زي متولي رجوعه لطريقه اللعب الجديده اعتقد هيفرق بشكل كبير جدا وهيكون عنصر مهم جدا كمان وبديل مهم لحمدي فتحي فيها وممكن كمان يأديها بشكل افضل فاعتقد هي سلاح ذو حدين اللي هيقدر يستغلها بشكل كويس ويشتغل على الاخطاء اللي وقع فيها يعني حتى برضو النادي الاهلي هيبقى ان شاء الله 18 نقطه لكن هيبقى عندك اخطاء وقعت فيها لازم تتعالج في فتره التوقف لان انت عندك ترجع على بطوله افريقيا كمان فده الهدف الاقوى كمان يعني انت بتتكلم وترجع على كاس العالم للانديه فانت مش عايز تقع في الاخطاء اللي انت بتقع فيها في الدوري المصري تقع فيها في مع ناس مش هترحم يعني سواء في بطوله افريقيا او في كاس العالم للانديه لا انت هتبقى محتاج تركيز شديد هتبقى محتاج اخطائك تقل عشان كل ما اخطائك تقل نسبتك في الفوز هتكتر صح فلازم تكون تاخد الفتره دي فتره اعداد جديده لما هو قادم سواء بطوله كاس العالم للانديه او كاس افريقيا او استكمال واستمرار بطوله الدوري الممتاز حلو قوي تعالوا نروح للمنتخب وهنرجع تاني على كل حال يعني لو اتكلمنا عن بطوله كاس العرب وفكره هنا البعض بيقول لك هي دي البدايه الحقيقيه والتقييم الحقيقي لكيراش ما اقدرش ان انا احكم عليه من الفتره اللي فاتت ما لحقش في نفس الوقت يعني مش هقول الاداء النتائج مقبوله لكن بنتكلم على بطوله كاس العرب هي دي البدايه الحقيقيه بقى ان انت اثبت نفسك وورينا اللعب ورجع لنا المنتخب للمستوى اللي احنا نعرفه والتقييم هيكون على هذا الاساس والجلد هيكون على هذا الاساس وانت عارف احنا يعني فنانين في دي خلينا نتفق ان صعود منتخب مصر يعني المرحله الاخيره في تصفيات كاس العالم دي كان شيء اساسي او شيء يعني ما كانش فيه يعني ما كانش فيه اعجاز او انجاز فيه لان احنا الاقوى في المجموعه ما كانتش على المستوى الفني العالي او البدني العالي لا مستوى المجموعه كان في متناول جدا باقل مجهود كنا ممكن نصعد وصعدنا فعلا باقل المجهود في كتير من المباريات ما كانش مستوانا الفني عالي جدا الراجل لسه انا برضو شايف ان الراجل ما قدمش لسه جديد لكن الراجل عنده ميزه
ودي ممكن تخلي الدوري كمان شكله احلى، لان مخلي الدنيا كلها مفتوحه للجميع. يعني مخلي المنتخب مش حكر على لعيبه معينه، مش حكر على لعيبه. زمان كان يقول لك المنتخب حكر على الاهلي والزمالك، كان بيتقال كده زمان، لكن دلوقتي لا، هو بيروح بينزل يشوف بيشوف سموحه، بيشوف امبي، بيشوف كل المباريات، بيشوف لعيبه كتيره جديده، عنده عناصر جديده ضمها، عنده احلال وتجديد، بيحاول يعمل جيل جديد، بيحاول يعمل صف تاني من منتخب مصر. هيبقى في كاس العرب، في كاس العرب فرصه ليه كويسه جدا، اللي هو يعمل جيل تاني من منتخب مصر، منتخب تاني يقدر يدعم بيه قوام منتخب مصر الاساسي. اللي انت عندك كاس العرب دي خطوه، ليه ما هو اقوى كمان اللي هي كاس افريقيا. بالظبط. فهو كاس العرب اكيد عندنا منافسين اقوياء، يعني احنا معانا في المجموعه منتخب الجزائر اللي كلنا متخوفين ان احنا نقابله في المرحله الاخيره، احنا نقابله في المجموعه، يعني بنسبه كبيره هو يعني قوام المنتخب مش مختلف عنه الا بعض العناصر، لكن عنده عناصر قويه جدا، احتكاك قوي جدا لمستر كيروش، واختبار مهم واختبار حقيقي ليه، هيقدر يكشف لنا ملامح فكر الراجل بقى. يعني هو ده الاختبارات اللي احنا هنشوف فيها. هو احنا عايزين نقفش بقى فكر الراجل ده. ما هو احنا هموت وقف فكر الراجل ده. هو بقى ده اللي هنشوف. هو طريقه لعبه 4-3-3، ما بيعتمدش على رقم 10 بشكل كبير جدا، يعني حتى موضوع قفشه هو ما بيعتمدش تماما. هو 4-3-3 صريحه، بيحاول يطبقها بالفكر بتاعه. اعتقد احنا مستنيين كلنا نشوف الفكر ايوه هنشوفه امتى؟ ما هو بقى في البطوله العربيه. انت لعبت ماتشين ليبيا ولعبت، يعني خلينا نتفق ان ماتش ليبيا الثاني كان هو من وجهه نظري كمان هو افضل المباريات، و10 دقائق ماتش انجولا في الشوط الثاني برده هي كانت من افضل المباريات لينا معاه. يعني انت كنت بتقول من شويه يا كابتن ايه، بتقول ان هو بيجهز فريق ثاني او منتخب ثاني. طب خلينا في المنتخب الاولاني مبدئيا. تمام. انت شايف الصوره ازاي؟ هل متابعتك للقاءات اللي فاتت للمنتخب مطمئنه من وجهه نظرك للي جاي؟ هل شايف ان كيروش المدرب المخضرم، وكلمه المخضرم دي بنتكلم عنها بقالنا كتير من اول ما الاسم كان مجرد ترشيح، تمام، ناهيك بقى عن اول ما جه بالفعل فقلنا خلاص احنا الدنيا هتبقى زبادي، تمام، هل بقت زبادي؟ لا لسه مش كده. لا لسه. طب ايه اللي مأخر الزبادي؟ هو لسه مش قادر يحط ايده على التوليفه، ما بيسمعش. خلي بالك برضه هو لازم في وقت من الاوقات لازم يستعين بالجهاز المصري اللي معاه عشان يقدر يعرفه. يعني مثلا ممكن فتره استبعاده لشريف وقفشه هو ما كانش عارف، يعني مثلا ممكن يكون شاف شريف وقفشه في الفتره اللي هو كان فيها مش موفقين، فلا لازم يعرف ان الناس دي لا مهمه، اوراق مهمه معاه في المنتخب سواء في الملعب او بره. تجربه عناصر جديده في التوقيت ده كانت مثلا مش في وقتها، هو كان يعني قراراته كانت من دماغه هو، فدي كانت ممكن تسبب له شويه مشاكل وسببت اللخبطه اللي كانت عندنا الفتره اللي فاتت. لكن اعتقد هو لازم فرصه تجمع للمنتخب فرصه كبيره، يقعد يعني يتواجد مع المنتخب بشكل اكبر، يتواجد مع العناصر بشكل اكبر كمان، يقدر يطلع التوليفه اللي تفيده بقى في الفتره اللي جايه. ما احنا خلينا نديله فرصته، هي دي يعني احنا بنتكلم دلوقتي، هي دي ده المحك الاساسي او الرئيس الاول ليه. عنده تجمع كبير، عنده وقت كبير وعنده وقت كافي يقدر احنا كل ده بنشتغل على الماتش الفيصل، الماتش المرحله النهائيه كمان 4 شهور، فانت بتشتغل من دلوقتي، مالكش اي حجج، عندك بطولتين مهمين تقدر تختار فيهم اقوى العناصر اللي تقدر تصعد بيهم كاس عالم، مش هيبقى في عندك اعذار. انت المطالب بقى اللي احنا نشوف شكل المنتخب المصري اللي احنا مستنيينه، لاعب منتخب الجزائر منتخب قوي جدا، احتكاك قوي جدا، فانت لازم تكون على قد المستوى وعلى قد المسؤوليه. هل هتقدر كده؟ ده اللي هنشوفه بقى معاه. طب انا عندي سؤال. اتفضلي. ليه احنا دلوقتي كلنا نفس الراي بنسبه 90% اللي هو البدايه الحقيقيه يعني مع البطوله الجايه لكيروش، وفي نفس الوقت نصبر عليه ونشوف؟ طب احنا ليه ما كناش كده مع كابتن حسام؟ يعني ليه كان الغضب عام كده والراي كلنا نفس الراي تقريبا؟ من وجهه نظر انا؟ كابتن يعني انا وهقولها بقى، يعني ده سؤال نميس. لا وعادي، سؤال نميس فعلا. كابتن حسام البدري ما كانش في تواصل بينه وبين الاعلام، ما كانش في دعم كبير جدا من الاعلام والصحفيين، المنظومه الاعلاميه المصريه ما كانتش في ظهر كابتن حسام البدري، ما كانش في، يعني هي اللي اطاحت بيه المنظومه الاعلاميه مثلا؟ عدم التواصل من كابتن حسام والصحفيين والاعلاميين اعتقد كانت سبب كبير جدا. كابتن حسام كنتائج وارقام لا كان مادي بشكل كويس جدا. نختلف بقى في الاداء، لان الاداء احنا برده مفيش تطوير. ما الاداء مفيش تطوير، مفيش يعني انا شايف ان مفيش اي فروقات في الاداء بين كابتن حسام البدري ومستر كيروش.
يمكن كابتن حسام هي الغلطه الوحيده من وجهه نظري بقى، طبعا مش بصحح او بعدل على كابتن حسام، لكن في فتره كان في توقف كبير، كان لازم مباراه وديه، كان لازم يعمل تجمع لمنتخب مصر، بس كان عنده وقت كافي، كان عنده وقت كافي يقدر يعمل فيه احتكاك قوي لمنتخب مصر. هي دي اللي انا يعني اللي اتخذت عليه واللي انا شايفها كانت هي دي النقطه الفاصله في مشوار كابتن حسام. طالما انت شايف ان على صعيد اداء اللعيبه في الحالتين، في حاله كابتن حسام بدري وفي حاله كابتن او يعني كيروش، طالما انت شايف ان في الحالتين ما رحناش بعيد، مش ده برضو الى حد ما ممكن تغلط فيه اللعيبه؟ احنا بنتكلم على لعيبه دوليه عندها من المهارات ومن الخبرات السابقه ما يكفي ان هم لو لعبوا، اللي انا هقوله ده مش مقصودش بيه باي حال من الاحوال التقليل من اهميه المدير الفني ايا كان مين هو اسمه، بس انت عندك لعيبه المفروض لما يتجمعوا مع بعض تجميعه حلوه، حتى لو المدرب ما جاش يحضر اللقاء المفروض يعملوا شغل عن اللي احنا شايفينه، ولا انا احنا لسه برضو ما انا بقول لك احنا لسه مش قادرين نوصل للتوليفه اللي تخلينا قاعدين، مش توليفه قبل الجيل بتاع كابتن حسن شحاته. ليه مش عارفين نوصل للتوليفه؟ احنا يعني عدت علينا فتره فيها اتنين مدراء فنيين وعندك مباريات كتير لعبتها ولسه مش عارفين. متفق معاك تماما ان احنا لسه لحد دلوقتي مش قادرين نطلع المنتخب مصر اللي احنا كلنا نتمناه، كلنا مستنيين منتخب مصر بطل افريقيا اللي احنا شفناه مع كابتن حسن شحاته والجيل العظيم والجيل الكبير اللي كان بيخلينا قاعدين عندنا لهفه وشوق للبطولات عشان نشوف الانجازات اللي بتتحقق، وبيكون مطمنين جدا اي مباراه بيلعبها بيكون عندنا ثقه كبيره وثقه تامه في المنتخب ده، كان عناصر كبيره عناصر محترمه في الجيل ده، عناصر كبيره وعناصر محترمه وعندها امكانيات فنيه عاليه جدا وتقدر تساعدك وتوصلك لكاس العالم تاني، وده انجاز هيحسب لهم، لكن محتاج المدير الفني برضو يطور من الاداء يطور من فكره، ده اللي هنشوفه. يعني انا متوسم خير في مستر كيروش، انا يعني متفائل خير ان شاء الله باذن الله. بطوله كاس العرب دي هتكون احتكاك قوي ليه، هيقدر يقف على عناصر معينه هتفيده لكاس افريقيا، هتفيده للمرحله الاخيره من التصفيات، فانا يعني مستني اشوف التجمع الكبير ليه، لان هو برده هيبقى عنده الوقت وعنده المساحه اللي هيشتغل فيها، لان هو خلينا برده متفقين ما كانش فيه تجمعات كبيره، التجمعات ما بتاخدش وقت كبير يعني 3 4 ايام ما بيلحقش يطبق فكره برده، لكن هو هيبقى عنده وقت في البطوله العربيه، هيبقى عنده وقت في بطوله افريقيا، هيبقى فيه تجمعات كبيره يقدر بقى يشرب اللعيبه زي ما بنقول بلوت الكوره فكره وطريقه لعبه واسلوبه ويطور من اداء كتير من اللعيبه، وده اللي انا مستنيه ان شاء الله باذن الله. طيب ممكن من المنتخب نرجع للدوري؟ تمام معلش مفيش مشكله نرجع للدوري. كابتن ايهاب، مين الافضل كلاعب حاليا في الدوري هذا الموسم، ومن هو الأسوأ؟ مش بتكلم على الاهلي، انا بتكلم في كل الفرق. وانا مش لا ده اجابات دبلوماسيه. لا مش اجابات دبلوماسيه خالص، وبقولها انا من وجهه نظري ويعني وده كتير من الناس اللي ليها علاقه بكره القدم، حمدي فتحي هو اهم لاعب دلوقتي في الدوري المصري. كويس. بيعتمد يعني هو اللي بينجح كتير جدا من طريقه لعب مستر موسيماني. حمدي فتحي كان في فتره قبل بدايه الدوري كان في انتقادات كتيره جدا لحمدي فتحي، حمدي فتحي مثلا بعد الجواز كمان اعتقد كان في انتقادات كتيره لحمدي فتحي، مستواه بدا يقل او مستوى حمدي فتحي قدم من بدايه الموسم بدايه ولا اروع. لا صحيح. بيعتمد عليه مستر موسيماني بشكل كبير جدا، شكل النادي الاهلي بيكون كويس لما حمدي فتحي بيكون كويس، بينجح طريقه الراجل فبيأدي بشكل كويس جدا، وانا شايفه من العناصر المهمه جدا من الافضل يعني. من الاسوء، مش هنقول الاسوء، هنقول من الاسوء. لا يعني ما يعني ما لا إيه؟ مش قصه، لا يعني عشان هم لعيبه كوره محترمه. لا هو اوعى. لا هي مش قصه، لسه كنا منتظرين منه الافضل. حلوه كده اهو. يعني انا كنت منتظر من فرقه يعني ايسترن كومباني، يعني انا كنت مستني من فرقه ايسترن كومباني كنت مستني منهم مردود اقوى من كده واداء افضل من كده، لكن لحد دلوقتي ليه عشان دعموا صفوفهم يعني ما فيش تدعيمات بشكل كويس. لا ما كانش في تدعيمات بشكل كويس لايسترن كومباني، لان كان عندهم اعتقد اللي وصل لي يعني اللي هم كان عندهم انتخابات في الفتره بتاعت الانتقالات السفيه، فما قدروش يعملوا صفقات على المستوى المطلوب، اعتقد اداء مخيب جدا، واجماع الاراء كلها ان ايسترن كومباني لحد دلوقتي ما قدمش الاداء المقنع بشكل كبير. يعني المقصه ظروف مشابهه، لكن المقصه كابتن تامر مصطفى بيحاول بيجتهد، عنده لعيبه من الاسامي ممكن ما تكونش معروفه لكن بيحاولوا يقاتلوا في روح عاليه في الفرقه، في تنظيم من مدير فني بره على الخط، في شكل شويه لكن الظروف صعبه لكن بيحاول. لكن ايسترن كومباني يعني لا، الامور صعبه جدا واعتقد الامور بتتصعب عليهم، لازم وقفه الفتره الجايه، اعتقد فرصه ليهم التوقف ده كابتن علي عبد العالي يقدر
يلم شويه الدنيا. برضو على ذكر الصفقات والتدعيمات، الاهلي برضو دعم فريقه في الفتره الاخيره باكثر من لاعب، بس انا عايز اقف عند بيرسي تاو وميكسوني. ليه تحس ان في فرق ما بين الاثنين؟ يعني بيرسي تاو من اول لحظه حط فيه يعني رجله فيها في ارضيه الملعب، هو عامل شغل زي الفل، وان كان مش دايما بتلاقي فيه ثبات في برضه هو يعني، بس ميكسوني تحسه متاخر شويه. اشمعنى؟ لان يعني الكواليتي اصلا بتاع بيرسي تاو من زمان، يعني راجل جاي لك من الدوري الانجليزي ومنتخب جنوب افريقيا، منتخب جنوب افريقيا اعلى كمان منتخب موزمبيق، يعني بيرسي تاو اعلى في كل حاجه، خلفيته اتقل. يعني بيرسي تاو حتى مع منتخب جنوب افريقيا ليه دور كبير جدا وليه دور مؤثر، لعيب كبير، لعيب يضيف للدوري المصري، لعيب تحب تشوفه في الملعب تستمتع بيه. لسه كمان يعني انا شايف اللي هو عنده اكتر من كده، ومع الوقت هيزيد وهيعلى وهيفرق كتير جدا. ميكسوني انا يعني شفت مباراه انبي في كاس مصر، اعتقد دي كانت افضل مباراه ليه مع النادي الاهلي. لسه عنده كتير، عنده سرعات، عنده امكانيات يعني فنيه كويسه، لكن لسه ما طلعش اللي عنده، ما طلعش 50% حتى من امكانياته. فاتمنى الفتره اللي جايه برضو فتره التوقف يكون ليه دور بشكل كويس، يقدر يتجهز بشكل كويس، يقدر يخش وينسجم مع الفرقه ويكون ليه دور اقوى من كده. لكن بيرسي تاو لا، لعيب كبير، لعيب اضافه كبيره جدا، عنصر مهم جدا في خط هجوم النادي الاهلي، واعطى لخط هجوم النادي الاهلي قوه وتقل اكتر كمان. صحيح. طيب احنا هنروح فاصل، بس لما نرجع هنديك فرصه تفكر. ماشي. هنروح لافضل دوري برضه، افضل حارس مرمى ومن الأسوأ، مش هنقول والأسوأ، عشان برضو احنا امبارح كان معانا كابتن ياسر، وقعدنا نحلل بالارقام كنا زانقينه برضو بنفس الكورنر اللي انت بس دي منطقته بقى يعني كابتن ياسر من وجهه نظرك برضو من هو الافضل لحد دلوقتي، حتى لو مش هتتكلم بلغه الارقام، حتى لو هتتكلم انت شايف كاداء واحترافيه من الافضل ومن يعني من الأسوأ. خلاص بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل. مرحبا بيك ومرة ثانية كابتن إيهاب المصري معانا، وكنا بنسأل الإجابة خلاص أوكي، كنا بنسأل مش الأسوأ، الأقل يعني كفاءة والأفضل من حراس المرمى في الدوري هذا الموسم. يعني طبعا أنا زي ما قلت لكم كده، أنا هستثني مثلا محمد الشناوي، طبعا هو حارس مصر الأول والحارس الأفضل في مصر، لكن أنا بشوف محمد صبحي حارس فاركو ومحمود جاد حارس انبي، الاثنين دولت عندهم موهبه كبيره جدا، عناصر شابه وليهم مستقبل كبير، واعتقد مع الوقت هيبقوا ليهم دور كبير جدا وليهم شأن في حراسه مرمى منتخب مصر، وهم هيكونوا يعني من وجهه نظري هيكونوا الامتداد، يمكن محمد صبحي اكتر هيكون امتداد لحراسه المرمى في منتخب مصر وامتداد لمحمد الشناوي. وعشان كده كابتن عصام الحضري كمان يعني من الحاجات الكويسه اللي هو خد الاثنين معاه في ضمهم للمنتخب، واعتقد دي فرصه للاثنين يستفيدوا بخبرات كابتن عصام الحضري الكبيره، يستفيدوا بخبرات محمد الشناوي وشخصيته واحتوائه الكثير من للحراس، فاعتقد هتبقى حاجه كويسه جدا للاثنين، وهيستفيدوا من الفتره اللي جايه سواء في كاس العرب او في كاس افريقيا بوجودهم مع كابتن عصام الحضري وكابتن محمد الشناوي. جميل. طيب احنا هنطلع بس ولا لا؟ اجابه السؤال الثاني اللي هو ايه الثاني كانت ايه؟ للجزء الثاني اللي هو الأسوأ أو الأقل حظاً. إيه كريم؟ هو مالش يا كريم؟ لا صحيح 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 لك. لا هي في يعني لسه يعني في الخمس مباريات اللي فاتت، لا في ممكن حراس مش يعني في خط ظهرهم أو الفرقة مش مساعداهم، يعني مثلا محمد بسام حارس كويس جدا، لكن فريق طلائع الجيش مش ماشيه بشكل كويس، فمش قادر. لا هو فعلا يعني حارس كويس جدا، بس يمكن غير موفق في الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت فريق طلائع الجيش كلها مش مساعداه برضو، الظروف صعبه، لكن من الحراس الكبيره جدا. بس هو برضه الحارس ما يقدرش لوحده يعني. ما انا بتكلم، انا قلت ايه؟ الفرقه مش موفقه، فما بتقدرش تطلع الكفاءته العاليه، ما بتقدرش تساعده ويكون الضغط عليه هو لوحده. ممكن كمان يبقى يعني بالتعبير البلدي الدارج بيحاسب على مشاريب اخطاء الدفاع بتاعه. الدفاع بتاعه يعني حاجه مش ذنبه هو، لكن هو من الحراس الكبيره جدا. صحيح. واللي يقدر يعني يحرس في المرمى فرقه كبيره جدا. انا عايز يعني ايه، لان احنا خلاص وقتنا بيوشك على الانتهاء، بس يعني لو تسمح لي اسالك في حاجه بقى خارج الاطار اللي احنا بنتكلم فيه. احنا في الفاصل كنا بنتكلم انا والهواد مع كابتن ايهاب، وجت سيره الممتاز به. تمام. فعايزينك تطمنا على اللي جاي في ضوء متابعتك للممتاز به، شايف عناصر مميزه؟ في عناصر كويسه، في ناس ممكن يبقوا نوال اللي جاي ان شاء الله. بص يعني اللي بيفكر كويس او بيفكر صح لازم يعمل لجنه تكون ليها عيون وليها خبراء في القسم الثاني. هتقدر تجيب لعيبه باسعار قليله، باسعار
رخيصه، مش هتقدر تخش في الملايين الكتيره اللي بتدفع، ولعيبه هتكون بلغه الكوره بقى جعانه، عايز يدي، عايز يطلع اللي جواه، عايز يثبت للناس اللي انا محتاج بس فرصه. ولعيب الكوره لو احتاج فرصه او خد الفرصه، اللعيب اللي هو بيبقى عنده اشتياق للكوره وعايز يثبت للناس هيكسر الدنيا. انا بكتب على صفحتي مثلا، بعمل عناصر، بحاول ابرز لعناصر كتيره جدا، والحمد لله يعني ربنا بيوفقهم وبيروحوا. بتكلم يعني انا مثلا الموسم اللي فات اتكلمت بشكل كبير جدا، وكلمت ناس على مصطفى شلبي لاعب نادي انبي، ودلوقتي هو كان بيلعب في بترول اسيوط وراح نادي انبي، لعيب من اللعيبه الكويسه جدا. ففي عناصر كتير جدا تحت في الممتاز بي تستحق المتابعه، تستحق المشاهده. الدوري القسم الثاني لو دوري ممتاز بي او كما يطلقون عليه ده يعني المظالين، هو مظالين لان هو ما فيش القاء الضوء عليه بشكل طبعا كبير جدا طبعا. لكن الفتره الاخيره بدات القنوات تروح ليه شويه، لكن اتمنى اللي هو يذاع بشكل افضل، يذاع بشكل اكبر. قنوات يعني في قنوات بتحاول تذيعه دلوقتي، لكن محتاج متابعه، محتاج اهتمام اكتر من كده. واعتقد في منجم يعني منجم ذهب تحت ومواهب كتيره جدا. يعني نورتنا بقى، الله يخليك. احنا حلو كمان ختمنا بيك الاسبوع بتاعنا يعني النهارده، كمان حلقه يعني نشوفك قريب ان شاء الله مره ثانيه، وبالتوفيق بكره باذن الله للفريق. وان شاء الله عايزين كمان نشوف كوره حلوه، دايما احنا بنبقى عايزين نشوف كوره حلوه، واكيد نتيجه يعني مرضيه نهايه الاسبوع، ونشوفهم الاسبوع الجاي ولا ايه؟ ان شاء الله باذن الرحمن. واتمنى طبعا يكون ويك اند سعيد على كل حضراتكم، ان شاء الله يتجدد لقائنا يوم الاحد الجاي بحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.